السلام عليكم أحبابي في الله، مرحبا بكم في دروس من دروسنا على قناتنا في اليوتيوب. هذه المرة سنتكلم عن هذه الجليات. الجليات هذه كما تشوفوا فيهم يبينوا ترانسبارون، ولا الخيوط تاعهم متباعدين جايين كما الشبكة. هذا المصعف بالطباعة بالسبليماسيون، طبعا الطباعة بالسبليماسيون كما تعودنا ورق السبليماسيون. الكتيبة تكون ميروار، اختار تشوفوا فيها القد، مي هي ميروار كاميرا فقط سيلفي راح تكون تبان قد في الواقع هي ميروار. كما راكم تشوفوا تشوفوا كيفاش تبين الكتيبه، شوي صعيبه بالخدمه بالسبليماسيون. وبالتالي في الحاله هذه نديرو بابي كويسون فوق لابريس باه ما تتراسيناش في الطابيه الحمراء هذيك. هنا في الحاله هذه نديرو زوج جيليات مع بعضهم باه نربحو الوقت. نحطوهم كما راكم تشوفوا، نحاولوا فقط هذا ما نقيسوهش بالبريساشو، ولا نديروا له بابي كويسون خاطر يذوب الكاتافورت هذا يذوب. وبالتالي نحطوه بعيد شويه على البريس، ما نعرف العمليه راهي واضحه عندكم ولا لا، الطريقه راهي واضحه. نسي مع بعضنا نحطوا الكتيبه، نحاولوا بك الكتيبه كي نحطوها تكون في وضعيه صحيحة، ما تكونش مايلة ولا عوجة. طبعا بابي كويسون حطيناه هنا عجل وش باه ما يترسيناش في الطابية الحمراء هذه. راح نضطر ان نديرو بابي كويسون خلاف من الفوق. بابي كويسون اللي هو هذا ورق الطهي، حطوه من الفوق. علاه نحطوه؟ باش ما يتحركناش الورق اللي حطيناه اللي فيه الطباعة سبليماسيون. نفهمو مع بعضنا. الورقه هذه حطيناها سبليماسيون راح تتحرك ونقيسوها بلابريس، كي نحركوا لابريس هكليها. وبالتالي نحطوا الورقه تاعنا فوق منهم، لي بابي كويسون فوق منهم باش ما يتحركوش. شوفوا الطريقه كيفاش مباشره، نضغط على زر البدايه، نتم 60 ثانيه فقط باه ما يذوبوش. اختار مش بحاجه كوتون ولا حاجه باه نزيد لهم الوقت، هي 60 ثانيه تكفيهم. اختار بوليستر. عندك درجة الحرارة كما اعتدنا نديرو ديما 350 درجة، نخليها 50 ثانية ونشوف. طبعا أنا ديجا خدمت هادم وخدمتهم من هنا كما راهم باينين، كتيبة راهي مليحة واضحة. هنا تانا كيف هنا كون درناها بالفلاكس مصلحناش، اختار كتيبة رقيقة بزاف، مي بسبليماسيون جاتنا سهلة والخدمة سهلة. دوك نكملو نشوفو هادي واش صارها، 50 ثانية فقط ونشوفو واش يكون. من المفروض الطباعة سبليماسيون لازم تكون عندنا طابعة سبليماسيون، هي طابعة إبسون فيها ريزرفوار وفيها حبر سبليماسيون كما اعتدنا. المرة هذه نشوفو طلع كيفاش تخرج لنا الجيلية هذه. مع العلم مسامات القماش تاعنا راهي واسعة متباعدة على بعضها كما راكم تشوفو. نسحبو البابي كويسون، نهز الورقة تاعنا. شوف الورقة كيفاش ولات، كانت هكذا، شوف كيفاش ولات شابة. هنا الحبر راهو تنحى من الورقة، سكت علينا الحسرة، الحبر تنحى من الورقة ولا فكاين في القماش. ها كما راهو باين، كما راهو واضح. نكملو الفيديو. طبعا هنا كيف كما راهو باين نفس الطريقة، نفس الطريقة نكملو الفيديو تاعنا. نفس الطريقة نديروها في القماش الجهة الأخرى. طبعا بابي كويسون لي تحت مبدلناهش، كيما راكم تشوفو الورقة هذي راهي مكتوبة مطبوعة، الورقة هذي سبيسيال سبليماسيون كما اعتدنا. شوفو اللون هنا كيفاش يكون، نحطو الورقة تاعنا كيما راهي، نحاولو ديما البوزيسيون تكون مليحة، تكون بعيدة بربع صوابع على الرقبة. نهبطو الكتيبة تاعنا شوي، تكون في نص الخدمة القد في نص القماش. كيف نضغط نديرو ستارت ونستناو 50 ثانية ولا 60 ثانية ونشوف. ديما كما قلنا أي حاجة تعدي في لابريس شو لازم تكون مقلوبة ميروار. واش معناتها ميروار؟ كما الحاجة نكتبو الاسم مثلا، اسمي مثلا حمزة، راح تبدا بالاش في الحالة العادية، لكن ميروار راح تبدا بالزائد بالا عفوا. هذه معناها ميروار مقلوبة كما تشوف في المراية. نرجع شوية على بال
نستناو كما قلنا 50 ثانيه. كي تكمل 50 ثانيه تاع نهزوا لابريس، نحاولوا ديما نحركوش الورقه بزاف خاطر تبقى الفعاليه تاعها مازال سخونه وقادر تولي فلو الكتيبه في القماش. نستناو هكذا يكمل لابريس. كما حكينا قبل لابريس سان كوبيراسيون ولا اي بريس، مهم تكون درجه الحراره تاعها بالفهرنهايت 350 درجه، بالسلسيوس 180 درجه حوالي. انا هكذا كي نقري الناس اللي يقراو عندي نفيكسي لهم درجه الحراره ثابته ديما يعني ما تغيرش. كملت الخدمه تاعنا كيف كيف، نسحبو بابي كويسون قلنا يبقى محام فيكسين الورقه في بلاصتها يعني ما متحركش. نسحبو الورقه عادي، شو الورقه كيفاش ولات وكيفاش كانت شهبه. هاي الخدمه تاعنا كما راكم تشوفوا، خدمة نظيفة مليحة واضحة. طبعا هي بالفلكس احسن من السبليماسيون، لكن السبليماسيون راح تكون موان شير بارابور الفلكس، وطبعا الكتيبة الرقيقة راح تكون واضحة فيها خير من في الفلكس. في الفلكس شوية ديرونجمون في القص. ان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو تكونوا استفدتوا منه. دروس اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.